كانت انطلقت الآن الجياد في شوطها الثاني على جائزة نادي الفروسية التقديرية لأفراس المستوردة عمر الأربع سنوات فأكثر. شوط مفتوح الدرجات على مسافة 1800 متر، قيمة الجائزة 90,000 ريال. ومجيرة في المركز الأول، تتقدم الآن مجيرة في المركز الأول، وأيضا تجد متابعة من بقية الجياد في هذا الشوط. ألاحظ غزال العرضية الآن بدأت تتقدم من الخارج الآن في المركز الأول، وأيضا هناك منافسة من بقية الأفراس. أيضا أشاهد أم الهوايل في المنتصف، وأيضا محاولات لمجيرة من الداخل المسافة 1800 متر، وغزال العاذرية في المركز الأول متقدمة الآن في هذه الأثناء. غزال العاذرية في المركز الأول، ومحاولات من أم الهوايل في هذه الأثناء، وأيضا ساندينيستا تتقدم للمركز الثالث، مجهرة في المركز الرابع، والتنافس يزداد في هذه اللحظات. شاهد ناهيد بالفعل تحاول أن تتقدم، وأيضا لبقية الجياد في هذا الشوط. عفية أيضا المرشحة الأولى تحاول أن تجد لها مكان في هذا التنافس المنعطف الأخير، وأم الهوايل تتقدم الآن في هذه الأثناء. محاولات من أمنة للدخول، ما شاء الله لقوة الأبلة، ودخول قوي أيضا بقية الأفراس. ناهيد تحاول أن تتقدم، والتنافس على شدة، أمنة تنفرد بالصدارة، ما شاء الله لقوة الأبلة، والتنافس يزداد في اللحظات الأخيرة. عفية في المركز الثاني، وأمنة ما شاء الله لقوة الأبلة في المركز الأول، أمنا مع عبد الجاين إلى خط النهاية. وجائزة نادي الفروسية التقديرية لإصطبل أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، ألف مبروك.